أهلا وسهلا بكم. محاضرتنا اليوم عن سباكة المعادن الكاستينج. راح نتطرق في هذه المحاضرة إلى عملية السباكة وتطبيقاتها. راح نتعرف على طرق السباكة المستخدمة وما هي مراحل عملية السباكة لمنتج معين. أول شيء لازم نعطي تعريف للسباكة ونقول السباكة هي عملية إذابة المعدن في أفران خاصة ومن ثم صب هذا المعدن في قوالب لتكون المنتج المطلوب تصنيعه. يتم عملية إذابة المعادن كالحديد والألمنيوم عن طريق تسخينها على درجات حرارة عالية تتجاوز نقطة الانصهار لكل معدن، ومن ثم يتم صبها في قوالب. تختلف القوالب حسب طريقة السباكة المستخدمة. فمثل ما نلاحظ الأشكال على يسار الشاشة، المنتج ممكن أن يكون أجزاء بسيطة كالمسننات والتروس إلى أجزاء معقدة كأن تكون أسطوانات محرك السيارة أو محرك السيارة بدل محرك السيارة. فالتجاويف المعقدة اللي ممكن نلاحظها بهذا الشكل الهندسي إنه لا يمكن أن تتم إلا باستخدام عملية السباكة ومن ثم يجرى عليها عمليات أخرى. فمنتجات عملية السباكة هي متوفرة في كل حياتنا اليومية في جميع تطبيقاتها المختلفة. استخدامات السباكة بصورة عامة تستخدم في تصنيع الأشكال المعقدة مثل ما وضحنا كمحرك السيارة وغيره وأجزاء الطائرات والسفن إلى آخره. كمصنع منتج يتطلب أحيانا الحصول على منتج متشابه من كافة المواصفات، لذلك السباكة في قوالب مخصصة وستاندرد عالمية ممكن أن تعطي منتج متشابه. كذلك السباكة ممكن أن تعطينا أجزاء كبيرة، يعني ممكن أن نصمم قطع كبيرة مثل أجزاء التوربينات الهوائية التي تستخدم في محطات الطاقة الكهربائية وأجزاء من السفن أو الطائرات. مثل ما نعرف هذه الأجزاء عادة ما تكون كبيرة. خلينا نشوف تاريخ حول السباكة، لمحة تاريخية بسيطة. أول قطعة مسبوكة بالعالم حسب المصادر الأجنبية موجودة هي قطعة من النحاس صنعت في بلاد الرافدين في العراق. ظهرت بعدها السباكة انتشرت في الشرق الأوسط في مصر ومن ثم الهند وباكستان والصين، وبعدها انتشرت في كافة أنحاء العالم. استخدمت في ذلك الوقت لصناعة العدد والأدوات، إضافة إلى بعض الحروب أدوات اللي استخدمت في الحروب. المعادن التي يتم استخدامها هي عادة ما تكون الحديد والألمنيوم والفضة التي استخدمت في صناعة الأواني والكؤوس وغيرها. لنتعرف على متطلبات السباكة، يعني أنا اليوم أريد أن أعمل سباكة أو أفكر بمشروع أنتج من عنده منتج معين، فما هي المطلوب من عندي؟ أول شيء المطلوب تعرف حتى تعرف على السباكة نعرف على تعرف المصطلحات التالية. أول شيء لازم نعرف شنو النموذج، بعدين نحدد المعدن اللي نريد نستخدمه، وبعدين قالب الصب ومن ثم الفرن الصهر. النموذج عادة ما يصنع النموذج كشكل مشابه للمنتج المطلوب تصنيعه، وعادة ما يصنع من الخشب أو البلاستيك. فالخطوة الأولى تكون بصناعة النماذج، تصنع النموذج ومن ثم نحدد المعدن الذي يتم استخدامه، وبعدين قالب الصب أيوة يكون رملي أو معدني أو صبات. راح نأتي على هذه النقاط بالتفصيل. أول ما وضحنا قلنا النموذج، فالنموذج مثل ما أوضح بالأشكال يصنع عادة من البلاستيك، وعادة ما يكون عبارة عن قطعتين، قطعة توضع في الأعلى وقطعة توضع في الأسفل. النموذج يستخدم لتكوين الفراغات التي توضع التي ستشكل الحيز الذي يملأ من خلال المعدن المنصهر. عادة ما يكون من البلاستيك أو الخشب المطلوب في هذا المكان. مثال بسيط ممكن إنه إحنا نصنع الشكل الهندسي اللي موجود أسفل الشاشة. فحتى نصنع هذا الشكل لازم يكون عندنا النموذج عبارة عن جزئين، جزء علوي وجزء سفلي. فالجزء الأعلى مثل ما نلاحظ التجاويف اللي هي خاصة بالجزء الأعلى، وفي الجزء السفلي التجاويف الخاصة بالشكل في الجزء السفلي.
كل جزء من هذه النماذج راح يكون بطبقة من القوالب. راح نوضح هذا بالتفصيل فقط في نموذج، مثل ما وضحنا هو عبارة عن شكل يمثل قريب على الشكل النهائي. في هذا المثال اللي موجود على الشاشة، يعني عندنا نموذج هنا مصنوع من الألمنيوم، مثل ما نلاحظ عبارة عن أسطوانة هي تجويف. هذا النموذج اللي استخدم لتصنيعها، اللي هو تم حفره أثناء عملية السباكة. أيضا لازم نتعرف على موضوع اللباب القلوب أو الكورز. الكورز هذه أجسام تم عملها من الرمل المجفف، طبعا يتم تجفيف درجات حرارة عالية، والغرض من هذه الرمال أو هذه القلوب هي لترك الفراغات. يعني أنا أبدأ أسوي تجويف بداخل أنبوب أو بداخل شكل هندسي معين، فهاي التجاويف حتى نعملها لازم تتصور معاي أنه أنت عندك معدن منصهر. هذا المعدن المنصهر، خلينا نشوف المثال هنا أسفل الشاشة، عندنا معدن منصهر دائم لي التجاويف اللي تم عملها بواسطة النموذج، لكن مو كل التجاويف وليس كل التجاويف أنا أريد أمليها بالمعدن المنصهر، بعض التجاويف أريد أتركها كفراغات، فهذه يتم عملها بواسطة وضع الباب أو الكورز. هذا الجزء يتم تصنيعه، عادة لا يمكن تصنيعه من المعدن، لأن إذا تم تصنيعه من المعدن راح يذوب ويتصلب مع المعدن اللي يتم صبه خلال عملية السباكة، لذلك يتم عمله من الرمال، ولكن لازم تكون الرمال خاصة تتميز بمقاومتها العالية وتحملها للمعدن المنصهر. وكثير الأمثلة اللي تستخدم اللي تحتوي على التجاويف في حياتنا اليومية، ممكن نشاهد تقسيمات توزيع المياه إلى آخره. قالب الصب أيضا من المتطلبات الأساسية للسباكة. قالب الصب اللي مستخدم كان يكون قالب رملي، أي يحتوي القالب على رمال وضع النموذج خلالها، عفوا يتم وضع النموذج خلالها، ومن ثم يتم ملء التجويف بواسطة المعدن المنصهر. وكذلك يوجد لدينا السباكة المعدنية، هذه السباكة تعتمد كون القالب المستخدم هو قالب معدني، والمنتج سوف يكون منتج معدني كذلك. لأن هذه نوع من السباكة تتم بواسطة أجهزة وغرف خاصة تعتمد على الضغط ودرجات الحرارة العالية، كالجهاز اللي موضح بالصورة أعلى. وموضوع السباكة المعدنية سوف نأتيه لاحقا بمحاضرة منفصلة. وعندنا سباكة الصبات، هذا النوع من السباكة مثل ما نشوفه هو عبارة عن سبك المعدن وصهري وصبه في صبات أو قوالب ثابتة تستخدم لاحقا عند عملية سباكة أخرى. أفران الصهر تتراوح ما بين أفران بسيطة كالأفران التي تعتمد على الغاز التي تكون حجمها صغير نوعا ما، إلى الأفران الضخمة التي تعتمد على الكهرباء، الطاقة الكهربائية، أو أفران تعتمد على الفحم، طاقة احتراق الفحم. أدوات السلامة في السباكة، يجب ارتداء الكفوف الحرارية، كفوف خاصة، قناع الوجه كون درجات الحرارة عالية عند العمل في السباكة، يجب الحذر كون المعدن المنصهر في درجات حرارة جدا عالية ويتسبب بتشوهات دائمية عند التعرض له لفترات طويلة. يتم حمل المعدن المنصهر بواسطة إناء خاص يدعى البودق. يتم حمل البودقة عن طريق شخص واحد أو شخصين مثل ما موضح بالصور اللي مرفقة ضمن السلايد. زين، نتعرف على المراحل التي يمر بها المنتج. المرحلة الأولى مثل ما وضحنا صنع النموذج، يتم صنع النموذج اللي يطابق شكل المنتج النهائي. بعدها يتم تجهيز رمل السباكة واختباره. طبعا الرمل اللي خاص بالسباكة، اللي إذا احنا نتكلم على السباكة الرملية، الرمل المستخدم في هذا السباكة هو رمل خاص إذا مواصفات خاصة سنتكلم عليها، لأن لازم يتحمل يكون درجة تحمله عالية، مساميته ذات مسامية جيدة،
يجب أن يتضمن بعض المعادن التي تقوي من تماسك هذا الرمل، وذلك لصموده أمام المعدن المنصهر. عملية المقالبة هي عملية وضع الرمال في القالب، وعملية وضع القلب اللي قلنا كورز، هذه اللي يستخدمها حتى نصنع التجاويف في الفراغات لملء الفراغات. صهر المعدن في أفران، ومن ثم صب المعدن في القالب، وإخراج وتنظيف المسبوكة، وعمليات تشغيل أخرى. أكيد بعد أن ننتهي من عملية السباكة راح يحتاج عمليات تشغيل لتنعيم الشكل النهائي للمسبوك، وإضافة إلى معالجات حرارية أخرى. نعم، فطرق السباكة هي عندنا السباكة الرملية، طبعا تصنف حسب استخدام القالب، السباكة المعدنية، وعندنا السباكة الصبات. السباكة الرملية هذا النوع من السباكة يستخدم قوالب، القالب يحتوي على مجموعة على رمل خاص، هذا الرمل هسه نتكلم عن مواصفاته. عندنا السباكة المعدنية، هذه السباكة تتم بواسطة أجهزة ومعدات خاصة تعتمد على الضغط ودرجة الحرارة في نفس الوقت لدفع المعدن المنصهر داخل قوالب. سباكة الصبات هذا النوع من السباكة انه مجرد يسبك المعدن النقي في قوالب، ومن ثم يتم استخدامها لاحقا في كلا السباكتين، السباكة الرملية والمعدنية. عندنا السباكة الرملية اذا نجي لتعريفها، في هذه الطريقة يتم عمل تجويف في قالب مصنوع من الرمل، يعني يتم وضع الرمل بين قوالب معدنية، وضع الرمال بجزئين، جزء سفلي وجزء علوي، ومن ثم يتم عمل تجويف بواسطة النموذج مثل ما وضحنا. بعدها هذا التجويف راح يملأ بالمعدن المنصهر. هنالك مجموعة من الخطوات يجب اتباعها لعمل هذه التجاويف، سوف نأتيها بالمثال القادم. طبعا من مميزات السباكة الرملية هاي تكلفتها منخفضة باعتبارها تعتمد على الرمال، والرمال متوفرة، ولكن الرمال يجب أن نضاف لها بعض الإضافات لتكون رمال ذات مواصفات عالية. منتج المسبوك يحتاج إلى عمليات أخرى، هذه من العيوب التي ترافق السباكة الرملية، لكون المنتج النهائي سوف يظهر مع بعض التحببات وبعض العيوب، لذلك يحتاج إلى عمليات أخرى كعملية البرادة والصقل وإلى آخره لكي يظهر النموذج بالشكل المطلوب. لنأخذ مثال بسيط على عملية إعداد منتج معين، كيف نتعامل مع القالب. فعندنا المثال هنا حتى نعمل سباكة رملية، فعملية تتم بالشكل التالي. أول شيء عندنا المنتج الهدف اللي هو المنتج بهالشكل هذا حسب التصميم المعطى لنا، فلازم نصنع نموذج من الخشب. النموذج يكون بالشكل التالي، عبارة عن solid يعني 3D، فهذا الجزء المجسم راح يكون عبارة من الخشب مشابه للجزء المعدني ولكنه من الخشب. بعدها يوضع القالب عبارة عن جزئين، راح يكون عندنا قالب هو عبارة عن قالب معدني مفتوح من الجهتين. هذا القالب بالضبط مثل القالب المستخدم في تصنيع الكيك، فهذا مثال بسيط. فيوضع القالب بهالصورة هذه، ومن ثم نخلي نوضع العفو نوضع النموذج. النموذج يوضع بهالشكل هذا، فصار عندنا القالب النموذج على لوح مستوي. بعدها يتم وضع الرمال، هذه المنطقة راح تملأ بالكامل بالرمال، يتم بعض الأحيان تسليط بعض القوة حتى ندفع الرمال لتشغل كافة التجاويف بهالمرحلة هاي. الخطوة اللي بعدها يتم قلب النصف القالب السفلي، يعني من كملنا عملية الضغط على الرمال من راح نقلب راح نلاحظ انه هذا الشكل يكون بسطح مستوي تماما. بعدها يوضع الجزء الآخر اللي هو القالب العلوي، ونضع الجزء الآخر من مثل ما موضح نضع الجزء الآخر من النموذج. بعدها نضع رانرز، احنا نسميهم رانرز بالإنجليزي، واللي هو عبارة عن مجرى لصب المعدن المنصهر، ومن ثم يعني كأن تكون أنابيب بلاستيك أو أنابيب معينة فقط لنعمل المجرى قبل العملية النهائية.
فهذا المكان يملأ بالكامل بالرمال مثل ما وضحنا، الجزء الأسفل تم ملأه، الجزء العلوي تم ملأه. الآن هذه الأنابيب ممكن رفعها للخطوة الثانية. بالخطوة اللي بعدها راح نرفع النموذج من بالكامل من القالب، وبعدها راح نوضع القلب اللي هو مثل ما وضحنا عبارة عن يصنع من الرمل اللي يتم تجفيفه بدرجات حرارة عالية. فصار هنا عندنا مثل ما موضح النموذج التجويف المطلوب ملأه، ومن ثم المكان اللي وضعنا به القلب. هذا المكان ما راح ينملي بالمعدن المنصهر، فالمعدن راح ينسكب من حول هذا القلب وبالتالي يملأ التجاويف المطلوبة بالكامل. النتيجة ستكون النهائية أنه نصب المعدن المنصهر خلال التجاويف اللي فتحات اللي عملناها اللي تدعى بالرنرز أو نسميها فتحات ملء المعدن المنصهر، والنموذج النهائي راح يكون بهالشكل هذا. كذلك توجد طبقة عندنا تكونت غير مرغوبة من المعدن المنصهر، لأن أثناء سكب المعدن راح تتكون هذه الطبقة. طبعا هاي كلها تزال بعمليات التشغيل اللي احنا تعلمناها، بعمليات القطع، عمليات البرادة إلى آخره لتشكيل الجزء النهائي. بعد رفع هذه الزوائد اللي غير مرغوب بها راح تظهر عندنا المنتج النهائي عبارة عن فلنج يحتوي على تجويف مثل ما احنا كان المنتج المطلوب من عندنا. طبعا الرمال بهالمرحلة ترفع، بعد ترفع الرمال بعد ان كملنا عملية السكب ننتظر فترة حسب المعدن، حسب درجة التشغيل، حسب المعالجة الحرارية، ننتظر ساعة ساعتين تترك وتبرد إلى فترات طويلة، وبعدها يتم رفع الرمال، يتم رفع الرمال ومن ثم الحصول على المنتج النهائي. وهنا عندنا أمثلة بعض المسبوكات التي تم عملها بواسطة سباكة رملية. مثل ما نلاحظ النموذج بعد أن يكمل من عملية السباكة يكون بهالصورة هذه، فأثناء ما كمل عليه بعض العمليات الأخرى راح يكون شكله بهالشكل هذا. فأكيد الصقل النهائي تعتمد على عمليات التشغيل المختلفة. فكذلك هنا عندنا نموذج لمعدن منصهر وتم أخذ الصورة أثناء ما تم تجمد المعدن خلال القالب مثل ما تلاحظون. وكذلك هذه نوع من السباكة ممكن استخدام لتصنيع العديد من الأشكال الهندسية مثل ما موضح بالأشكال أمامكم. العملية تعتمد على نوع النموذج المستخدم وكذلك نوع القالب. فالنموذج يعتمد على التصميم اللي مطلوب لتصميم المنتج المطلوب. الرمال المستخدمة في السباكة الرملية ليست رمال عادية. الرمال عادة ما تكون خليط من الرمل والماء ومواد رابطة. الغرض من ذلك هو جعل تماسك هذه الرمال قوي أثناء عملية السباكة. مثل ما لاحظنا قبل شوية بالمثال، الصورة بالضبط تشبه المثال اللي عملناه. دائما القالب في السباكة الرملية عبارة عن جزئين، جزء أسفل وجزء علوي. هذه الصورة النهائية بعد أن تم ملء كل شيء، وضع النموذج وأبعاد النموذج، ومن ثم وضع هذه اللي فتحات اللي تسكب من خلالها المعدن المنصهر ليذهب للتجويف. الرمال تتكون من رمل السيليكا، المواد الرابطة، الماء، المواد الأخرى المضافة. طبعا موجود كثير من التفصيل حول هذا الموضوع، كيف عملية فحص الرمال وكيف هي الأدوات المستخدمة إلى آخره، راح كلها تلقوها بالمحاضرة المرفقة. ولكن احنا نأكد على الأمور المهمة هنا: مكونات الرمل اللي هي رمل السيليكا، مواد الرابطة، الماء، المواد الأخرى. مزايا هذه الرمال: تتحمل درجات حرارة المعدن المنسكب اللي هو المنصهر، نفاذية مناسبة، يعني ما ممكن انه انا اسكب المعدن المنصهر والمعدن راح يتوزع بمكانات مختلفة غير المكان اللي انا مخصصه له كتجويف. قوة تماسك عالية، سهل التشكيل، قابل للانسياب ليملأ فراغ القالب. فضروري المواصفات المزايا المذكورة كلها تتوفر بالرمال. يجب أن يحتوي كذلك على خاصية الانهيار بالنهاية، يعني من يكمل المسبوكة كملنا عملية سبك صب المعدن المنصهر لازم إخراج، يجب علينا إخراج المسبوك من القالب بسهولة.
فالمحاضرة اليوم كانت تعريفية عن السباكة، وتعرفنا بصورة عامة وبصورة خاصة عن السباكة الرملية، وأخذنا مثال هو كيفية صناعة نموذج معين باستخدام سباكة رملية. شكرا جزيلا لإصغائكم، وإن شاء الله المحاضرة ستكون متوفرة للجميع.